بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله، اللهم صلي وسلم عليه وعلى صحبه ومن والاه. أحبتي في الله، تقبل الله منا الصيام والقيام وأعاننا على الطاعات والقربات، ونحن قد أدركنا العشر الأواخر من رمضان، وها هو هلال العيد يطل علينا. فقبل ذلك نهتم بزكاة الفطر، وقد شرع الله سبحانه وتعالى الزكاة لسببين رئيسيين. السبب الأول هو طهرة للصائم مما خالط صومه من نقص، والسبب الثاني هو طعمة للمساكين وإدخال البهجة على الفقراء. وسميت زكاة الفطر بتسميات عديدة لشرفها ولعظمة قيمتها عند الله عز وجل، فتسمى صدقة الفطر، وتسمى زكاة الأبدان، وتسمى الفطرة، إلى غير ذلك من الأسماء التي تجعل الصائم ينخرط في قائمة المزكين. الجميع يزكي في رمضان، الفقير والغني على حد السواء. حكم زكاة الفطر واجبة، وقد أوجبتها السنة النبوية المطهرة، فقد فرضها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الأمة في السنة الثانية من الهجرة. قال صلى الله عليه وسلم: فرض الله زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وكلمة فرض في الحديث بمعنى أوجبا. فعلى من تجب زكاة الفطر؟ تجب زكاة الفطر على كل مسلم صغير أو كبير قادر عليها، عنده ما يزيد على قوته يوم العيد، أي لا يشترط في إخراج زكاة الفطر الغناء أو امتلاك النصاب شأنه شأن زكاة المال. إذا قدر الإنسان على إخراج بعضها فقط وجب عليه إخراجه. يخرج الإنسان زكاة الفطر عن نفسه وعن والديه وعن أهل بيته من أبنائه الذين هم تجب عليهم نفقته، وعن زوجته، وعلى الخادم في المنزل، وعلى خادم الأب أو خادم الأم أو خادم الزوجة، إلا أنها لا تجب الزكاة على الجنين في بطن أمه. أما المولود الذي أهل صارخا قبل فجر ليلة العيد فذلك تجب في حقه الزكاة. متى وقت إخراجها؟ تخرج زكاة الفطر ويجب إخراجها بدخول يوم العيد، ويندب إخراجها بعد صلاة الفجر وقبل الخروج إلى صلاة العيد، وهو أفضل أوقات إخراجها. وجوز السادة العلماء تقديمها عن يوم العيد بيوم أو يومين. أما من أخرها أو دفعها في نهار العيد فلا تسقط عليه، ويجب أن يقضيها إن لم يدفعها، وتعتبر صدقة لا زكاة. فلننتبه ولنطهر صيامنا، وربي إن شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والصيام والقيام، ويعيننا في هذه العشر الأواخر من رمضان على تكثيف الطاعات والعبادات. فلنفر إلى الله جميعا ولنصحب المولى عز وجل، وعسى أن يتقبلنا ويدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم زكي أبداننا، وزكي صيامنا، وزكي أنفسنا ومالنا يا رب العالمين. آمين آمين. بارك الله لي ولكم في صيامنا وصالح أعمالنا، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. دمتم في رعاية الله وحفظه.